37 سنة كذب. بعد 37 سنة ما قدرت تشيل شقفة من قلبي. بتقرر تعترف. 37 سنة يا ظالمة. وتكشف عن حقيقة. مين الولد تحكي؟ رح تخرب الدنيا. هيدا كله صار ونحن ما معنا خبر. كيف قدر يخبي علينا كل هالسنين؟ مش حاطك وقت ما رجعتني 37 سنة لورا. تقلب كل المعادلات. ليه؟ هول السرقين حرامية نصبوا بلادي. ولا نهار حسستني انك بي طبيعي مثل كل البيان. ابنك عم يجرب يقول لك بالمنيح 100 مرة انه ما بده يتجوز البنت اللي انت عم تلاقيها مناسبة. يعني خلينا نفكر بشي يبعد البنت عن وسام. بحبك. بدي اقتلهم اثنيناتهم. وين اخذت بنت ياكل؟ وين اخذت؟ اخر الليل. قلبي عم يتقطع عليه يا فريق. يوميا بعد الاخبار على الام تي في.